أنا مزعوجة من حالي برهان بيك. كيف كنت مغمضة عيوني لهالدرجة؟ كيف صدقته؟ الحمد لله اللي نجاكي منه يا شهرزاد. منيح إنكم ما تجوزتوا. طولي بالك يا ناهدة، ليش حكمتي على الزلمة دغري؟ ما بدنا نعرف شو صاير؟ بس يا برهان، أنت كمان سمعت شو حكت هديك المرة على التلفزيون. أنا سمعت إنه ادعاءات هالمرة مو مزبوطة، طلعت حكت شروي غروي. وبعدين بلكي كانت عم تفتري على الزلمة. لا برهان بيك، بعدين ما في دخان من دون نار. يا بنتي، واضح إنه هالمرة كثير مزعوجة منه. مو هي بتمها حكت إنه قلعها من الشغل؟ أكيد بيكون مقلعة من الشغل لأنها رفضت عرضه، وإلا لشو تحكي عنه هي؟ شهرزاد، أنا رجل أعمال يا بنتي. صح مو كل هالقد، بس كمان صار معي شغلات وقصص كثيرة. إيه يا ناهدة، يعني أنت كنتي رح تصدقي لو حدا افترى علي مثل هالمرة؟ لا، معقول صدق هالحكي عنك؟ إيه ها؟ يعني عم تصدقيني إلي، فليش ما عم تصدقي الزلمة؟ هذا الوقت تغير. بالماضي كانوا يحترموهم لرجال الأعمال الشرفاء، بس هلأ البلد مليانة بالناس الوسخة والرخيصة يلي عندها استعداد تستغل أي شيء بيصير ليشوهوا سمعة حدا مهم مثل أنور أقصال وغيره. وبركي كان هذا الحكي صحيح، بركي أنا ما بعرف أنور على حقيقته. الزمن رح يثبت هذا الشيء يا بنتي، الزمن كفيل. شهرزاد، تصرفي مثل ما بدك أنت، ولا تنسي إنك وحدة منا وفينا. أنا أبوكي، وناهدة خانم أمك. بيتنا وقلوبنا وثروتنا كلها تحت خدمتك، لا تنسي هالشي، ماشي؟ شكراً.